وموضوعنا وهبه تابعناه باشكال مختلفه يمكن. وطبعا لو حضراتكم تابعتوا قصه المهندس اللي احنا تم نشر قصته في الفتره الماضيه على وسائل التواصل الاجتماعي، الصوره اهي وانتهى. الناس كلها كانت متابعه الموضوع ده الفتره اللي فاتت بطريقه يعني مثيره جدا للاهتمام، يعني ما فيش مره بتفتح فيها الفيسبوك او بتفتح فيها اي منصه من منصات التواصل الا وبتلاقي الصوره دي. لفت نظري طبعا، وكان في تعاطف انساني محمود ومشكور جدا في هذه الحاله. اولا انا عايز طبعا معا لانقاذ الانسان نشكر هذه المؤسسه الجميله ان هي تدخلت نتيجه على دعوات الناس وقامت بالوصول للشاب، والصوره هي شايفين بعد ما هم نجحوا في الوصول اليه مع الانقاذ الانسان. وطبعا الولد ده عشان تبقوا عارفين هو كان بيعاني من اضطراب ما بعد الصدمه، بنسميه البي تي اس دي، او تعرض لصدمه شديده نتيجه وفاه والدته. للاسف الاب كان كما قيل ان هو اب قاسي، وقام بطرد الولد هو وزوجته من البيت اللي عاش فيه. شكله مختلف قوي في الصورتين. طبعا هو مهندس جميل وشكله ولد وسيم يعني وفي مقتبل العمر. احنا ليه بنعرض القصه دي؟ القصه دي اولا فيها عبره كبيره جدا، ثانيا فيها قدر من الاويرنس او الوعي لازم نهتم بيه، انه كتير من الناس اللي حوالينا ممكن احيانا يكونوا بيمروا بظروف صعبه، والظروف الصعبه دي احيانا ممكن تكون صادمه تحول حياة الإنسان وتقلبه رأسا على عقب. ودورنا أن نلاقي حاجة زي كده لازم يبقى فيه قدر من التفهم في المحيط، وقدر كمان من الوعي إزاي نتعامل مع الحالات اللي عاملة كده، لأنه كمان أنت تستطيع أنك تنقذ شخص بيمر بظروف سيئة. ومحتاجين دايما يابا نوعي بأهمية الصحة النفسية وبأعراض الاضطرابات النفسية وبتأثير الاضطرابات النفسية، ويكون عندنا قدر من الوعي عشان نقدر نساعد اللي حوالينا بشكل أو بآخر، أو لما نشوف حالة زي كده نتعامل معها إزاي. أنت عندك حق طبعا، قد يكون الوعي ده غائب عند قطاعات عريضة من الناس كتير. أو قد يكون لسه لحد النهاردة لما بنسمع عن شخص عنده صدمة أو عنده اضطراب معين أو عنده ظروف في حياته أثرت عليه بشكل أو بآخر نفسيا، بعض الناس لسه بتستخف بالفكرة دي. بس في القصة دي تحديدا أنا لفت نظري أنه قد يكون الموضوع مش علمي، أو قد يكون شعور الناس ملوش علاقة بالفهم أو بالوعي لطبيعة الخلل النفسي أو لطبيعة الظروف النفسية، بقدر ما هو حالة تعاطف إنسانية يعني غريزية جدا. الناس شافت شكل الولد دوت، هو شكله يقطع القلب بالمناسبة، وشكله في الصورتين مختلف تماما. على اليمين هو تايه، شخص تايه تماما، نظرة عينه حتى شردة تماما، ودقنه وشكله كله اللي هو شخص كأنه في الدنيا ومش في الدنيا يعني. لا تملك غير أنك تسأل نفسك هو إزاي وصل للحالة دي، أو إيه طبيعة اللي هو تعرض له لدرجة أنه هو يبقى مش واعي بأي حاجة من اللي بتحصل حواليه. هو شكله كده بالظبط. وأنا بشكرك على اللي بتقوليه، وعايز كمان أضيف حاجة بالنسبة طبعا مؤسسة معانا لإنقاذ الإنسان. هم قالوا أنه الحقيقة أنه أولاد المنطقة نفسهم اتدخلوا، وهو دلوقتي بيتلقى الرعاية النفسية في واحدة من المصحات النفسية. واحنا بنشكر أهل المنطقة ونشكر شباب الجدعان اللي قدروا يتفهموا حاجة زي كده ويكونوا في العون في ظرف صعب، على وطبعا اللي يخفف على إنسان من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. احنا معانا كمان لمزيد من الوعي استشاري التحليل النفسي الدكتور إبراهيم عبد الهادي. أهلا بك يا فندم، منورنا. ابراهيم عبد الرشيد. دكتور ابراهيم عبد الرشيد، عفوا غلطتي، انا اهلا بك يا فندم. اهلا بك يا دكتور ابراهيم عبد الرشيد. اهلا بك. المشاهدين الله يخليك. يعني احنا بناخد الحلقه دي وعايزين نستفيد بوجود حضرتك يا دكتور لمزيد من الوعي. يعني بعض الناس قد يعني استغربت قوي انه شاب في مقتبل العمر ويبدو وسيم وشكله ابن ناس وحصل له هذا الظرف. احنا عايزين نروح مع حضرتك نفهم، مفيش حد بعيد عن الصدمه النفسيه والعصبيه، صح يا فندم؟ لا حقيقي مفيش حد بعيد عن الاكتئاب، مفيش حد بعيد عن الصدمه او البوست تروميك ديس اوردر او الاضطراب ما بعد الصدمه اللي حضرتك اتكلمت عنه. هو الموضوع مش سهل، الناس بتتخيل ان الامر بسيط. اكتر مرض منتشر تقريبا على مستوى العالم هو الاكتئاب. بس نكون واضحين، فالناس اساسا يعني ممكن تكون متخيله ان معدتها بتتعبها اكتر من الاكتئاب، بيجي لها صداع اكتر من الاكتئاب. لكن انت لو بصيت للواقع والحقيقه ان الاكتئاب اساسا منتشر اكتر من ده كله،
حالات الاكتئاب ما بعد الصدمة اللي احنا بنتكلم عنها دي بتتراوح يعني شدتها وقوتها ما بين رفض الواقع الآني أو الحالي أو رفض الحياة بشكل سريع. لذلك احنا بنشوف ممكن واحد مامته تموت هو يموت بعديها على طول، واحدة زوجها يموت هي تموت بعديها على طول، أو العكس، أو أخ وأخت نفس القصة. فالموضوع مش سهل طبعا. بس يا دكتور يعني برضو هنا ملحوظة استفدت بخبرة حضرتك فيها، يعني موضوع الاكتئاب في حد ذاته مختلف حواليه التقديرات. في بعض الناس تشوف انه او تعودت على فكرة ان انا مجرد ابقى صاحي مودي مش كويس فانا عندي اكتئاب، لا ده وبعض حاجة الناس تانية. تانية ما عندهاش القدرة على التفرقة بين الاكتئاب الحقيقي وما بين بقى اللي هو فكرة ان انا حد متضايق او متوتر من ظروف مثلا في الشغل او متوتر من ظروف عادية في حياتي. امتى نعرف الفرق بين ده وده، وامتى اعرف انه حد حواليا ممكن يبقى عنده مشكلة حقيقية؟ هو في حاجة اسمها ديسفوريا، يعني في حاجة اسمها اللي هي ايه، اضطراب الواقع المعاش، واخد بال سعادتك، اللي هو ايه، اللي هو ممكن انا مثلا الصبح خارج فلقيت مثلا حاجة، يعني حد بيرش فجات على هدومي مية وانا ماشي لابس بدلة ورايح مثلا الشغل او رايح على القناة بتاعتي فيتعكر مزاجي، حد يشتمني وانا معدي بالعربية، واحد زنق عليا، زنقت على واحد، مراتي اتخانقت معايا، اتخانقت معاها، اخويا اتخانق معايا، اتخانقت معاه. يومي ما كانش حلو النهارده، دي حاجه، دي والاكتئاب ده مظاهر كونستنت او مستمر يعني. بالظبط كده، دي اللي هي مظاهر، دي بتدي يعني شكل من اشكال الاكتئاب البسيط قوي، واخد بال حضرتك، انما دي حاجات بتيجي وتمشي على طول، واخد بال حضرتك، احنا بنسميها مود بقى، دي اللي هي المود، ما تخطيتش المود. لكن لما نيجي نتكلم على الاكتئاب كمرض هو قصة تانية خالص. ايوه الاكتئاب كمرض واحد بيبقى عنده مظاهر الاكتئاب. مظاهر الاكتئاب دي يعني اللي زي ما حضرتك قلت، اللي هي ايه، اللي هي واحد مش مهتم بنفسه، واحد مش دريان، واحد نظرته شردة، واحد مش واخد باله هو حلق دقنه ما حلقش، انت بتتكلم هو مش موجود معاك في الدنيا خالص. احيانا بتكون عنده افكار انتحاريه، افكار دايما كلها انهزاميه، عدم ثقه بالنفس شديد. ولكن احنا هنا بنتكلم ان في مراحل الاكتئاب كمان، يعني الاكتئاب كاكتئاب وناس طبعا. في هو ناس هنا يعني الولد كان واضح عليه يعني من حالته الراثة وهدومه بالضبط. لكن احيانا كمان ما بيبانش يا لا دكتور، يعني ما هو يا مش شرط فندم، هو يبان يا على فندم، الشخص، يعني ممكن يبقى شخص عنده اكتئاب ومش باين عليه. ما هو انا هقول لحضرتك على حاجه، ما احنا هنا لما بنتكلم بقى على اكتئاب ما بعد الصدمه هنا في مشكله كبيره قوي قوي، غير الاكتئاب اللي هو العادي. الاكتئاب اللي هو العادي المرضي اللي هو بنتكلم عنه ده بيبدا الاول بمشاعر الاحساس بالذنب، وبعد كده بنخش في الاو سي دي اللي هو الوسواس القهري، دي مرحله تانية. المرحله الثالثه اللي هي ايه، اللي هي بتبقى السوشيال فوبيا، ان انا ابدا انعزل عن الناس، دي مراحل الاكتئاب العادي. لكن لما نيجي نتكلم هنا على البوست تروما او الاكتئاب ما بعد الصدمه، هنا الامور مختلفه. هنا في حد بيتصدم صدمه عنيفه جدا جدا، فاساسا بيكون مردودها الجسدي والنفسي سريع جدا. فاساسا زي ما قلت لحضرتك ممكن حد يتوفى، يعني بقول لك ممكن، بقول لحضرتك ممكن يرفض الحياه بشكل سريع جدا جدا، لدرجه ان العقل الباطن يأمر الجسد بأنه خلاص الحياة توقفت، فيحصل ان هو يتوفى بعد اخوه، يتوفى بعد والدته. ومن مظاهر ممكن يكون في ميجر ديبريسور كمان، يعني في اكتئاب شديد جدا جدا يصل لمرحلة داخلة في السيكوتيك كأنها مرض عقلي، يبقى شبه المرضى العقليين او يبقى محتاج أدوية عقلية ويخش في أو المرض ديلوجنز العقلي. أو أوهام أو بالظبط بالظبط كده، بوردر بيخش لاينز في ديليوجن وهلوسينيشن احيانا. وفي اكتئاب سعادتك حضرتك اللي هو بيبقى صعب جدا جدا وبيخش في مرحله صعبه جدا جدا ومحتاج انه يخش مستشفى او محتاج يتعالج لفتره. وفي حد يقدر يتخطى المرحله دي ويعديها بعد سنه او اتنين، فهي مستويات مختلفه. هو الشاب ده وكل الحقيقة واحد ده يعني برضو أهل المنطقة أودعوه في مصحة نفسية، وده شيء مهم جدا. وما فيش حاجة المصحة النفسية دي لا كلمة عيب ولا كلمة غلط، والاستشارة النفسية بنأكد دايما إنه كلنا بنحتاج دايما
الاستشارات النفسيه. بالعكس دي ظاهره صحيه، خاصه في عالم ضاغط وعالم بيتحول باستمرار، واصبح في كل يوم في كمان سرعه رهيبه في كل شيء، وبالتالي كلنا معرضين للضغط النفسي، كلنا يعني بشكل او باخر نحتاج الى رعايه نفسيه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ابراهيم عبد الرشيد استشاري التحليل النفسي بجامعه عين شمس، شكرا جزيلا. المدهش هي النسب او المعدلات المتعلقه بالاكتئاب في العالم، يعني بالرغم انه احنا زي ما انت بتقول بنفتقد ما زلنا لفكره الوعي بده، لكن من الواضح انه تحديات العصر، ومن الواضح انه الشكل العام بتاع الحياه في العالم دلوقتي اصبح مشجع للاكتئاب. خليني اقول لك بشكل كبير في الحته دي بكويس التوتير، منظمه الصحه العالميه، منظمه الصحه العالمية بتقول ان 1 من 7 ل9 مراهقين على مستوى العالم، والشباب برضو 1 دلوقتي مش عارف من 5 تقريبا وفق منظمة الصحة العالمية، من 5 برضو ل9 بيعانوا من درجة من درجات الاكتئاب. دي نسبة كبيرة، نسبة كبيرة طبعا. واللايف ستايل من واضح انه مساعد على ده، فكرة الموبايلات والتكنولوجي والتباعد النفسي بين الناس والمشاكل الأسرية، واضح انه كل ده كمان بيصب في نفس الاتجاه. السوشيال ميديا والضغوط المرتبطة بيها، النهارده احنا بنتعرض لأخبار كتير سلبية طول الوقت، يعني 24 ساعة انت بتتلقى أخبار سلبية من على منصات التواصل، بتتلقى أخبار سلبية من كل مكان حواليك يعني.